جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات مقيمة في جدة تقول، أم عبد الرحمن مصرية، تقول لقد حضر زوجها في أواخر رمضان وكان يتم بينهم الاتصال في نهار رمضان وكنا نفطر، والآن أحسسنا بعظم الذنب وقد قضينا الأيام التي أفطرناها لكن بقيت الكفارة، والكفارة علمنا أنها صيام 60 يوم عن كل يوم، هل هناك كفارة أخرى أو وجه آخر من أوجه الكفارات؟ جزاكم الله خيرا. الكفارة عن الجماع في نهار رمضان ثلاثة أشياء على الترتيب. طيب. أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. الحمد لله. إذا لم يستطع الصيام لمانع يمنعه من الصيام من مرض ونحوه، أما إذا كان يترك الصيام لأنه يشق عليه أو لأنه لا يريد الصيام وإنما يريد الإفطار والأكل والشرب، فهذا ليس بعذر. إذا كان يستطيع الصيام فإنه يجب عليه أن يصوم ولا يبرأ بالإطعام، إنما الإطعام لمن لا يستطيع صيام لعذر محقق.